لمزيد من المتابعة حول قمة بريكس والجلسة الختامية اليوم، ينضم إلينا الأستاذ رامي القليوبي، أستاذ زائر بكلية الاستشراق بالمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو. بعد التحية أستاذ رامي، هذه القمة هي قمة كبيرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، أهمية عقد هذه القمة في ظل كل هذه الأحداث وما يترتب عليها من تطور في الاقتصاد وانتعاش في الاقتصاد في الفترة القادمة؟ بالفعل هذه القمة هي أكبر سياسي أو حدث سياسي دولي تستضيفه روسيا منذ بدء حربها المفتوحة مع أوكرانيا، وبالتالي هي تعكس وهي تصدر رسالة هامة للعالم أجمع ليس في عزلة، وإذا نظرنا إلى عدد كان الدول المتبقية في البريكس فهذه القمة فعليا تشكل الأساس العالمية ولها جميعا بشكل كبير. فمثلا الدول التي انضمت حديثا مثل مصر، مصر هي اكبر دوله عربيه من حيث عدد السكان واهم مستورد للقمح على مستوى العالم. الامارات والسعوديه هما بلدان رائدان في مجال الطاقه. كذلك اذا نظرنا الى الدول المؤسسه للمجموعه لا سيما الى روسيا والهند والصين، فهذه الدول الثلاثه الى جانب الولايات المتحده تاتي ضمن اكبر اربع اقتصادات على مستوى العالم من جهه تكافؤ او من جهه الناتج المحلي الاجمالي، من جهه تكافؤ الكوبري. لكن أستاذ رامي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن انضمام مصر لهذه القمة الكبيرة وقال أنها انضمام سوف ينصف العالم وهو انضمام مهم جدا، لكن من وجهة نظرك كيف يمكن أن تستثمر مصر هذا الانضمام في الانتعاش وتطور في الاقتصاد في الفترة القادمة؟ في الواقع هذه القمة لابد من تفعيل مخرجاتها وليس فقط إصدار بيانات. فإذا نظرنا إلى البيان الختامي الذي صدر اليوم أو عفوا الذي صدر أمس، فتم التشديد على ضرورة إنهاء النزاع في الشرق الأوسط، وتمت الإشادة بالجهود المصرية والقطرية على وقف إطلاق النار في غزة. إذا نظرنا إلى كلمات القادة في الاجتماع الموسع اليوم، فأيضا الشرق الأوسط كان حاضرا، وبوتين حذر من مغبة اندلاع حرب إقليمية كبرى في الشرق الأوسط بعد أن انتقلت شرارة الحرب في غزة إلى لبنان. وكذلك جرى الحديث عن ضرورة إصلاح الأمم المتحدة حتى تواكب العصر وما إلى ذلك. أستاذ رامي، الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم عن أن العالم يحتاج أن يكون عالم متعدد الأطراف، فكيف يمكن تطبيق هذا على أرض الواقع وإلى أي مدى من الممكن أن يتفق معنا العالم في هذا الخصوص تحديدا؟ هناك إجماع في الدول النامية على ضرورة إقامة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، وقد سئم الشرق الأوسط من الهيمنة الأمريكية، لكن في الوقت نفسه يجب أن ندرك أن الولايات المتحدة لا تزال دولة جبارة وتملي شروطها على دول العالم كونها تجمع بين القوة العسكرية والاقتصادية في آن معا. ولذلك نحن نلاحظ أنه في الفترة الأخيرة تزداد الشراكة الروسية الصينية على اعتبار أن روسيا قوة عسكرية عظمى والصين قوة اقتصادية عظمى، فبالتالي هذان البلدان يستطيعان معا تأسيس لهذا القطب الثاني الذي سيحقق توازنا على الكوكب مع الولايات المتحدة. نعم أستاذ رامي، قمة البريكس لها عنوان هو بريكس الجنوب العالمي لبناء عالم أفضل، يشكل مشترك بشكل مشترك إمكانية تطبيق العنوان بقى في هذا التحديد في هذه الخصوص مع وجود اختلافات في توجهات الدول المشاركة داخل البريكس نفسه. مجموعة بريكس تتسم بدرجة عالية من المرونة، ولذلك هناك كل دولة لها مصالحها الخاصة ولها علاقاتها المتطورة مع مختلف الدول. ولذلك كان بوتين واضحا عشية انعقاد القمة حين أكد أن البريكس هي مجموعة غير غربية ولكنها ليست مجموعة معادية للغرب، وروسيا تتفهم جيدا هموم الدول التي لها علاقات وطيدة مع الغرب وأوروبا ولا تطلب منها التضحية بهذه العلاقات من أجل العضوية في بريكس. لكن الدول النامية تحتاج إلى 4 مليون دولار من أجل تنمية اقتصادها ومن أجل سد الفجوة الاقتصادية لديها، هل من الممكن أن تحل هذه القمة قمة البريكس مشاكل الدول النامية من حيث الفجوات الاقتصادية؟
بكل تأكيد، فمجموعة بريكس أسست في عام 2014 بنك التنمية الجديد الذي يقدم نموذجا بديلا للتنمية يختلف عن ذلك الذي يقدمه صندوق النقد الدولي، والذي يفرض شروطا صالحة أو صارمة متعلقة بإجراء الإصلاحات عند إقراض الدول، بينما تروج بريكس لنظام عالمي عادل، ولذلك يمكن للدول النامية بما فيها مصر الاستفادة من التمويل عبر هذا البنك بعيدا عن صندوق النقد الدولي الذي يطالب مصر دوما برفع الدعم، وكما هو معلوم رفع الدعم يشكل حساسية بالغة لدى الرأي العام المصري. قمة البريكس تناولت تحديدا موضوع هام، وهو تناول العملة الجديدة التي من الممكن أن تفرض نفسها على أرض الواقع في التبادل التجاري بعيدا عن الدولار. إلى أي مدى من الممكن أن نرى هذا وتطبيق هذا على أرض الواقع في الأيام القليلة المقبلة؟ أن نرى هذا في الأفق المنظور أمر مستبعد، لأننا إذا نظرنا إلى نتيجة التكامل الأوروبي فاستغرقت عقودا طويلة حتى طبقت العملة الموحدة اليورو، وحتى الآن لا تزال هناك بلدان في الاتحاد الأوروبي مثل بولندا لا تعتمد اليورو، ولذلك هناك مساعي ربما لإطلاق عملة رقمية موحدة، ربما منصة استثمار مشتركة كما ذكر بوتين أمس، لكن الحديث عن عملة مشتركة سابق لأوانه وربما ليس من أولويات بريكس التي تركز دولها في المرحلة الراهنة على زيادة التبادل التجاري بالعملات الوطنية، كما هو أصبح الحال بين روسيا من جانب والصين والهند من جانب آخر. هل ترى أستاذ رامي انضمام العديد من الدول سواء الأوروبية أو الإفريقية في هذه القمة الكبيرة من الممكن أن يساعد في حل أزمات الشرق الأوسط مثل أزمة غزة وأزمة لبنان الحاليين؟ بكل تأكيد، لأن بريكس هي أيضا منصة للحوار، وقد مثلا عقد أمس لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وناظره الإيراني مسعود بازشكان، ذلك بعد أيام عدة على زيارة وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى القاهرة في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 11 عاما. كذلك قد تكون بريكس منصة مفيدة للحوار بين مصر وإثيوبيا باعتبارهما عضوين في هذه المنظمة للحديث بخصوص سد النهضة وتسوية غيرها من المسائل الخلافية بين الدول الأعضاء. نعم، بالحديث عن المسائل الخلافية بين الدول الأعضاء، إلى أي مدى من الممكن أن تكون هذه القمة هي قمة ترتيب أولويات عند كل هذه الدول من حيث حل المشاكل الموجودة سواء في الشرق الأوسط أو في غيرها من الدول الأخرى؟ بكل تأكيد هذه قمة منصة جيدة للحوار، ونحن نلاحظ كما ذكرت انعقد على هامشها عدد كبير من اللقاءات الثنائية وليس فقط الجلسات العامة للدول، فبالتالي لا شك أن هذه المجموعة قد تتطور مع مرور الزمن إلى نوع من مجموعة معالجة الأزمات وحلها. الإيجابيات التي من الممكن أن نراها ونرى صداها من هذه القمة، ماذا عنها وماذا عن ترتيبها وأيضا تنفيذها على أرض الواقع من وجهة نظرك؟ يعني في الواقع تفعيل الأمور على أرض الواقع بعد أن تم إدراجها ضمن البيانات والمواثيق يتطلب وقتا، ولكن إذا نظرنا إلى عمر منظمة بريكس فهو لا يتخطى 20 عاما، فإنها تأسست في عام 2006 تحت مسمى بريك، حين كانت تضم البرازيل وروسيا والهند والصين قبل أن تنضم جنوب أفريقيا في عام 2011، فبالتالي هناك طريق طويل ينبغي على المنظمة قطعه وأن تتمكن خلال هذه الفترة من التوازن بين التوسع العددي والتعميق الكيفي للتعاون. تحدثت عن 20 عاما هي عمر قمة البريكس، ماذا عن الإيجابيات وأيضا الذي قامت به قمة البريكس منذ 20 عاما حتى الآن؟ يعني الإيجابيات هي تأسيس لمنصة بديلة عن المنصات الغربية التي تتحكم فيها واشنطن، وتوفير فرص للدول التي تنتهج سياسات خارجية مستقلة للحديث بين بعضها البعض بعيدا عن الأذن الغربية التي تنصت إليها في المحافل الأخرى، وأعتقد أن هذا في حد ذاته إنجاز مهم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ رامي القليوبي أستاذ زائر بكلية الاستشراق بالمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، شكرا جزيلا لك.